السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين. من أشهر العلماء في اللغة والنحو والأدب الذين نشأوا في بغداد في عهد الدولة العباسية، وما مكانتهم العلمية وما أبرز مؤلفاتهم؟ من أبرز اللغويين والأدباء والشعراء العراقيين في العصر الحديث؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في العراق الجزء الثامن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إذن من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق الجزء الثامن. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذ. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من بغداد الدكتور عمر رشيد شاكر السامرائي، الباحث اللغوي والأكاديمي، حياكم الله ومرحبا بكم دكتور عمر. مرحبا، أهلا وسهلا الأستاذ، شكرا جزيلا. وأهلا بك دكتور عمر. نبدأ منك إذن أستاذ دكتور حمدي، يعني من الأدباء والنقاد المشهورين في بغداد في عهد الدولة العباسية الجاحظ، حدثنا متفضلا دكتور عن رائد النثر والفصاحة وإمام الفصاحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي الجاحظ، يموت ابن المزرع يقول: الجاحظ خال أمي، وكان جد الجاحظ أسود يقال له فزارة. يعني موضوع النسب وموضوع الخلقة، من أين أتت السمرة وعدم الجمال وجحوظ العينين و اتساع أو بروز الحدقتين، من يعني أتت من أمور وراثية. يقول: وكان جمالا لعمرو بن قلع الكناني. قال أبو قاسم البلخي: الجاحظ كناني من أهل البصرة. هذا بالنسبة لنسبه. وكان الجاحظ من الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ، بحيث شاع ذكره وعلى قدره. يعني المولى عز وجل يوزع الأمور على البشر. نعم، يعني إن أخذ منه شيئا أعطاه أشياء. نعم، فالناس جميعا متساوون في الرزق. فموضوع الحفظ والذكاء وسرعة الخاطر رزق من الله عز وجل، تعويضا عن الخلقة التي هو فيها. لذلك لقب الجاحظ بالجاحظ والحدقي. والحدقي، نعم، لكن بروز حدقة العين يعني. نعم، وجحوظ عينه بأمور صعبة. وكان أيضا دميم الخلقة. نعم، يعني الرجل. نعم، أنا ذكرت الجد من أجل هذا موضوع. صحيح. الأمور الوراثية يعني. طيب. سمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري، وأخذ النحو عن الأخفش الأوسط، وكان صديقه لأنه على نفس مذهبه الكلامي. نعم، وأخذ الكلام عن النظام، وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد. نعم، نعم، في البصرة. في البصرة، نعم. الجاحظ كما يذكر المترجمون له كان دميم الخلقة، جهم الوجه، جاحظ العينين، وبلغ فيهما الغاية، الجحوظ يعني. ولذلك لقب بالجاحظ والحدقي. والأول أشهر الجاحظ. يقول الجاحظ في موضوع الخلقة: ذكرت لأمير المؤمنين المتوكل تأديب بعض ولده، فلما رآني استبشع منظري، فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني. خرج من عنده فلقي محمد بن إبراهيم، ركب معه وانصرف وسار إلى بغداد. وفي بغداد هناك يعني وصل إلى درجة أنه كان ينادم الوزير محمد بن عبد الملك الزيات في خلافة الواثق. فلما قتل المتوكل الزيات طلبه الجند ونجا من هذا الأمر ولم يقتل. طيب دكتور، أبرز أقوى العلماء فيه أقوى يعني. نعم، قال ثعلب: ما هو بثقة.
المشكلة في الـ في الـ في أن الجاحظ أقبلت عليه الدنيا ولم يتزوج واكتفى بالتسري، والدنيا التي أقبلت عليه مما من الله عليه من الذكاء، كتب الكتب فأهداها إلى الأمراء فأعطوه أموالا فصار غنيا. قال الذهبي: كان من بحور العلم. نعم. قال عنه أبو البركات الأنباري: كان عالما بالأدب، فصيحا بليغا، مصنفا في فنون العلوم. يذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه تقريض الجاحظ قول ثابت بن قرة، قال: ما أحسد هذه الأمة، اللي هو الأمة الإسلامية العربية، إلا على ثلاثة أنفس. فقيل له: احصي لنا هؤلاء الثلاثة. طبعا ثابت بن قرة ليس مسلما. قال: أولهم عمر بن الخطاب في سياسته ويقظته وحذره وتحفظه ودينه وتيقنه إلى الكلام الكثير الذي قيل فيه. الثاني الحسن أبي الحسن البصري. نعم. فقد كان من درار النجوم علما وتقوى. الثالث أبو عثمان الجاحظ، خطيب المسلمين وشيخ المتكلمين ومدره المتقدمين والمتأخرين. طيب. إلى آخره من هذا الكلام. ابن العميد نأخذ من المتخصصين. نعم. ثلاثة علوم الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس: الفقه على أبي حنيفة، الكلام على أبي الهذيل، البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة على أبي عثمان الجاحظ. دكتور اختصارا، توفي سنة 55 و200، وله مئات الكتب، منها البيان والتبيين والبخلاء والحيوان والرسائل، كثير من الكتب التي بلغت المئات، يعني كتبت أكثر من صفحتين ما شاء الله. نعم، في كتبه، في المؤلفات. نعم. إذن من هنا دكتور عمر، بعد الترحيب بك مجددا مرة أخرى، ننتقل إلى أبرز ما ألفه الجاحظ هذا العالم الكبير، ألا وهو كتابه البيان والتبيين أو البيان والتبين للجاحظ. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأمر أتوجه إليكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى والثناء عليه على هذه الاستضافة الكريمة، وأرجو أن ما أقدمه عند حسن ظنكم وحسن ظني في المشاهدين الكرام. ما يتصل بكتابه هذا الشهير، أود أن أقف في المرحلة الأولى أو في المحور الأول عند عنوانه، وأنت قد ذكرت شيئا منه فقلت: أو البيان والتبين. نعم. والحقيقة أن الكتاب عرف واشتهر وانتشر في عصرنا الحاضر بعد أن طبع وتم تداوله باسم البيان والتبيين. ولكن المحققين، ولا سيما شيخ المحققين الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله، وهو أبرز من حققه ونشره، بيّن بعد طبع الكتاب أن العنوان الصحيح له هو البيان والتبين، وعنده في ذلك أدلة، وقال إنه عازم على إعادة نشره بهذا العنوان، ولكن المنية وافت رحمه الله. هذا ما يتصل بالعنوان. أما ما يتصل بمضمون الكتاب، فالحقيقة نستطيع أن نفهم منهج الكتاب أو الغرض من تأليفه إذا نظرنا إلى السياق التاريخي الذي ظهر فيه هذا الكتاب، سواء السياق التاريخي للمؤلف أم السياق التاريخي العلمي الذي كان سائداً في عصر الجاحظ إبان ظهور هذا الكتاب. أما السياق التاريخي الفكري للجاحظ، فالجاحظ رأى أنه لم يخصص كتاباً لمعالجة البيان العربي حتى في هذا الكتاب، فأراد بتأليف هذا الكتاب أن تكون عنده الفرصة الكافية لمعالجة هذا الموضوع الذي يعد بحق الموضوع البارز والرئيس في الثقافة العربية وفي الحضارة العربية، وهو يفسر السر الذي من أجله تحدى القرآن الكريم العرب بالفصاحة والبلاغة والبيان. السياق التاريخي والفكري، في السياق التاريخي الفكري للجاحظ يفسر ظهور هذا الكتاب عنده. أما السياق التاريخي والفكري الذي كان سائداً في مجتمع الجاحظ إبان ظهور هذا الكتاب، حقيقة أيضاً يفسر جانباً من مسوغات تأليف هذا الكتاب. جاحظ إبان ظهور هذا الكتاب
كان يعايش زمنا عرف بسطوة الخطاب، الخطاب والبيان والبلاغة في المجتمع العربي، وتوظيف هذه الأدوات البلاغية أو الأدوات البيانية في سبيل إقناع المتلقي، ولا سيما بعد ظهور نزعة الجدل في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي إبان تلك المرحلة. أراد الجاحظ أن يوظف هذه الإمكانات الفكرية والثقافية العربية والأدبية العربية في سبيل إقناع المتلقي أن الفصاحة والبلاغة والبيان العربي قادر على أن يثبت لنفسه القدرة والتفوق، ومن أجل أن تكون عنده الوسيلة الكافية من أجل الرد على نزعة غريبة ظهرت إبان تلك المرحلة، وهي النزعة الشعوبية. فالنزعة الشعوبية كان غرضها الحط من العرب والحط من العربية، والادعاء أن الإمكانات العربية متواضعة في هذا المجال. فأراد الجاحظ بإمكاناته الأدبية والعلمية والبيانية وموظفا للأدوات البيانية والبلاغية التي تمتلكها الثقافة العربية أن يظهر للمتلقي أن الخطابة والبيان العربي والفصاحة العربية هي بالمكان البارز الذي تستطيع به أن ترد على مقولات الشعوبية في الطعن على العربي والعربية. فإذا السياق التاريخي للجاحظ نفسه الفكري كان يعني أراد به أن يخصص كتابا يعالج هذا البيان بعد أن لم يكن قد خصصه من قبل. الشيء الآخر، السياق الفكري المجتمعي والثقافي المجتمعي في زمنه كان يحتم عليه أن يوظف الأدوات البلاغية والبيانية في سبيل الرد على مقولات الشعوبية وإثبات التفوق العربي وفي الصحة والبيان، وهو أيضا في نظري يجيب عن سؤال لماذا العرب مشغلون بالفصاحة والبيان والبلاغة إلى الحد الذي جعل القرآن الكريم، والحد الذي يعني يظهر سبب تحدي القرآن الكريم للعرب بهذا الجانب. نعم دكتور. فهذه كانت كبيرة للجاحظ أنه يجيب عن كل هذه الأسئلة ويعالج كل هذه القضايا. بوركت دكتور سعود إليك مجددا. إذا من هنا دكتور حمدي، من علماء بغداد الوراقين أيضا بن نديم، حدثنا عنه خصوصا عن كتابه الفهرست. طبعا مصطلح الوراقين عند القدماء يساوي دور النشر الآن. نعم. دور النشر يعني، فأبوه كان وراقا فأخذ مهنته وسار فيها. هو كنيته أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم، وكنية أبيه أبو يعقوب. الوراق البغدادي هذه يعني مهنته التي كان يعمل بها، التي أخذها عن والده. كان والده وراقا وكان يبعثه كثيرا في تجارته، فورد الموصل مرارا. وبدأ ابن النديم سنة 77 من الهجرة يصنف كتابه الفهرست. هذا الكتاب المسمى بالفهرست يعد موسوعة علمية، يعني لا يقوم بكتابته في عصرنا الحالي، إن أردنا أن نكتب مثله في عصرنا الحالي يقوم بكتابته مجموعة من العلماء المبرزين في تخصصات شتى، لأنه يشمل علوم مختلفة. يعني كل العلوم التي كانت في خاصة في بلاد المشرق الإسلامي في زمانه، من البداية من بداية التأليف إلى سنة 77 رصدها في كتابه هذا. ولذا يقول في كتابه، يقول هذا فهرست كتب جميع الأمم من العربي والعجمي الموجود منها بلغة العرب، ليس بلغة العجم، بلغة العرب وقلمها، يعني بالكتابة العربية، في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتأريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثاليبهم، ومنذ ابتداء كل علم مخترع إلى عصرنا هذا، وهو سنة 77 للهجرة. طبعا الكتاب
احتوى على 10 مقالات فصلها ابن نديم في مقدمتي. المقالة الأولى 3 فنون. الفن الأول في وصف لغات الأمة من العرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتابتها. وهذا الفن الأول كان يعد مقدمة في بداية الكتاب، لكنه بعد ذلك طبعا نعلم بأن العلماء أو الكتاب عندما يكتبون في القديم كانوا يكتبون مسودات أولا ثم يبيضونها ويضيفون ويحذفون. نعم، الفن الثاني في أسماء كتب الشرائع المنزلة عن مذاهب المسلمين. الفن الثالث في ما يخص القرآن الكريم في نعت الكتاب. نعم، وأسماء علوم القرآن إلى آخره. يعني الكتاب موسوعة علمية في علوم شتى، وهو مصدر من المصادر الأولية في هذه العلوم. وابن الدديب اختلف في تاريخ وفاته. تاريخ وفاته مختلف فيه تماما، يعني فيه من يقول توفي سنة 80 و300، وفيه من يقول توفي سنة 84 و300، وفيه من يقول 85 و300، فيه من يقول يعني وصل إلى 438. يعني أمر عجيب. أجعله في القرن الخامس مع شهرة كتابه هذا، لكنه مختلف في تاريخ وفاته. أيضا دكتور عمر، من علماء بغداد الموسوعين في تلك الحقبة ابن الجوزي، حدثنا عنه متفضلا باختصار. نعم، ابن الجوزي هو عالم بغدادي بكل ما تعنيه كلمة بغدادي من معنى. هو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، يعود نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما نص على ذلك من ترجم له كابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان. هو أيضا كما قال ابن خلكان أيضا هو علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. وهذان الفنان أو هذان الحقلان المعرفيان يعني نحتاج إلى وقفة عندهما. هو كما قلت قبل قليل هو عالم بغدادي بكل ما تعنيه كلمة بغدادي من معنى، والسبب في ذلك هو أنه ولد وعاش وتوفي في بغداد، وهو ابن القرن السادس الهجري. ولادته اختلف فيها، فمنهم من قال إنه ولد في السنة الثامنة بعد 105، 508، أو في السنة العاشرة، ومنهم من يذهب إلى أنه ولد سنة 1350 من الهجرة، وتلقى العلوم في بغداد على يد كبار علماء عصره، وحتى وبدأ التأليف وعاش مؤلفا، حتى قيل إن مؤلفاته أكثر من أن تعد. فحقيقة النظر في قائمة مؤلفاته يشعر أنه لم يترك علما من علوم الحضارة الإسلامية والعلوم التي أو كاد لا يترك علما من علوم الحضارة الإسلامية أو العلوم التي عرفت في عصره حتى وضع فيها مصنفا أو أكثر. ممكن نأخذ أبرزها دكتور لأنها كثيرة. نعم، هي كثيرة جدا، وهي طبعا أبرزها سأذكر المصادر أو الكتب أو المراجع التي منتشرة ومتداولة. مثلا في التفسير عندنا زاد المسير في علم التفسير، عندنا تذكرة العريب في تفسير الغريب، هذا في التفسير. في الحديث وضع كتاب الموضوعات، في التاريخ صاحب كتاب المنتظم، في التراجم مثلا على سبيل صفة الصفوة، في الرقائق كتابه المشهور جدا صيد الخاطر، في اللغة تقويم اللسان. نعم، يعني وكتبه كثيرة. حقيقة سمع الحديث وتلقى العلوم على يد كما قلت كبار علماء عصره. وهو فقيه حنبلي. ونحن نعلم أن بغداد هي حاضرة الفقه الحنبلي، وهي التي يعني نشأ فيها الفقه الحنبلي وانتشر. صحيح. فأخذ على أبي بكر الدينوري وسمع الحديث على كثير من شيوخ عصره. وعلمه الوعظ شيخه ابن الزاغوني، وهذه تحتاج إلى وقفة. أنا قلت قبل قليل هو عرف بفنين، الحديث والوعظ، واشتهر بالوعظ شهرة كبيرة، حتى قيل إن مجالس وعظه كان يحضرها الخلفاء والوزراء والعلماء والأعيان.
وأسلم على يديه أو في مجالس وعظه كثير من غير المسلمين دخلوا الإسلام بعد أن سمعوا وتأثروا بمواعظه وبدروسه. طيب دكتور عمر، كيف توفي ابن الجوزي؟ هو امتحن في أواخر حياته بالسجن، ويقال إنه ابتلي بالسجن 5 سنين بسبب وشاية، وأخرج بعد ذلك من السجن وعاد إلى بغداد وتلقاه أهل بغداد، ولكنه مرض في أيامه الأخيرة بسبب كبر سنه، ولعل السجن كان له أثر في ذلك. فتوفي رحمه الله في السنة 97 بعد 500، يعني في آخر القرن السادس الهجري، بعد أن ترك مؤلفات وترك إرثا ما زلنا نحتفل به ونحتفي به حتى يومنا هذا. نعم دكتور عمر. دكتور حمدي، قبل فاصل سيرة عالم، ما زلنا في ابن الجوزي، وتحدث الدكتور ذكر مثالا لأشهر كتبه، حدثنا سريعا عن تقويم اللسان وتذكرة الأريب في تفسير الغريب. طبعا من الكتب في تقويم اللسان كتاب في التصويب اللغوي، يعني رأى ابن الجوزي بأن كثيرا من المنتسبين إلى العلم يخطئون ويلحنون، ورأى أن الكتب المؤلفة في لحن العامة أو غيرهم يعني ليس أو لا تفيد كثيرا في هذا الجانب، لأنها تمت بجوانب معينة ولم تهتم بجوانب أخرى، أو لهم ملحوظات هو عليها. نعم، ولذا يقول: فإني رأيت كثيرا من المنتسبين إلى العلم يتكلمون بكلام العوام المرذول جريا منهم على العادة وبعدا عن علم العربية، ورأيت بيان الصواب في كلامهم مبددا في كتب أهل اللغة، مفرقا في كتب أهل اللغة، يعني ليس مجموعا في كتاب خاص. نعم، في عهده. نعم، وجمعه يثقل عنه المتكاسل عن طلب العلم. نعم، فقد أفرد قوم ما يلحن فيه العوام، فمنهم من رد ما لا يصلح رده، فرأيت أن أنتخب من صالح ذلك ما تعم به البلوى دون ما يشذ استعماله ويندر، وأرفض من الغلط ما لا يكاد يخفى. ثم ذكر فيما يخطئ في العوام، يعني يكسرون المرفوع المضموم، أو يضمون المكسور، أو يمدون المقصور، أو قصر الممدود، أو الحذف، أو الزيادة، الأمور التي يخطئون فيها. كتابه هذا رتبه على حروف المعجم مع عدم تجريد الكلمة من حروفها الزائدة، لكنه لم يرتبه داخل الباب، يعني في باب الهمزة أتى بكل الكلمات التي أولها همزة دون ترتيب للثواني والثوالث، وهذه مشكلة في البحث. نعم، يعني البحث لابد لمن يبحث عن الشيء يبحث عنه في أن يقرأ ما أوله همزة كاملا، وكذلك في الباء والثاء. طيب دكتور، مصادره طبعا مجموعة، يقول: كتابي هذا مجموع من كتب العلماء بالعربية كالفراء والأصمعي وأبي عبيد وأبي حاتم ومن السكيت، يعني أفاد من العلماء العربية السابقين عليه. أما تذكرة الأريب في تفسير الغريب، هو في غريب القرآن الكريم رتبه على السور، ليس على الترتيب المعجم، على السور. ويعني له مزية، الكتاب يتميز بمزية، وبأنه ليس فيه غريب اللفظ فقط، وإنما يعني فيه غريب، نعم، معجم. معجم. إنما غريب اللفظ والمعنى. والمعنى. نعم. وقد حوى ما صح من المنسوخ إلى غير ذلك من الفوائد التي لم تجتمع في مثله، مع المبالغة في الاختصار. جميل. مختصر جدا. فنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة سيرة عالم، ستكون هذا الأسبوع مع الجاحظ، طبعا رائد النثر وإمام الفصاحة، وهو من أبرز الأدباء والنقاد المشهورين في بغداد. الجاحظ، رائد النثر وإمام الفصاحة، وأبو عثمان عمرو بن بحر الليثي الكناني من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي. ولد في البصرة سنة 59 و100 من الهجرة، ولقب الجاحظ لبروز عينيه. نشأ فقيراً وكان دميم الوجه وصورته لا تسر الناظر، وعرف عنه ميله إلى الهزل والفكاهة والتهكم. قال ياقوت الحموي: لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فكان أشبه بآلة مصورة، فليس هناك شيء يقرأه إلا ويرتسم في ذهنه ويظل في ذاكرته آماداً متطاولة.
ونظرا لسعة علمه وكثرة معارفه وصفه ابن يزداد بقوله: ونسيج وحده في جميع العلوم مع ما فيه من الفصاحة. وكان الجاحظ متصلا بالثقافات غير العربية كالفارسية واليونانية والهندية، وتولى ديوان الرسائل للخليفة المأمون. انتهج الجاحظ في كتبه ورسائله أسلوبا بحثيا دقيقا يبدأ بالشك ثم النقد والاستقراء، ليظهر الجاحظ في صورة العالم الذي يعمل عقله في البحث عن الحقيقة مع صبغة أدبية جمالية تضفي على المعارف العلمية رواء من الحسن والظرافة، ليسيغها في الأذهان ويحببها إلى القلوب. عمر الجاحظ طويلا حتى صنف نحو 370 مؤلفا في موضوعات متنوعة، أبرزها البيان والتبيين، الموسوعة اللغوية والفكرية في 4 أجزاء، جعله ابن خلدون أحد الكتب الأربعة الأصول في الأدب. وفيه بحث ثنائية اللفظ والمعنى، وانتصر الجاحظ لللفظ على المعنى. الحيوان، وهو كتاب موسوعي جامع في 8 أجزاء، تحدث فيه الجاحظ عن العرب وأحوالهم وبعض مسائل الدين والشعر والأمثال ونقد الكلام وسياسة الأقوام والمسائل الجغرافية. أما كتاب البخلاء فيعد من أنفس كتبه، فقد صور فيه الجاحظ البخلاء تصويراً واقعياً حسياً نفسياً وفكاهياً. توفي الجاحظ بالبصرة سنة 55 و200 من الهجرة، وقد جاوزت 90 سنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في العراق، الجزء الثامن. دكتور عمر ضيفنا عبر سكايب من بغداد، مرحبا بك. وما زلنا في سلسلة العلماء والأدباء واللغويين الذين نشأوا في تلك الحقبة في بغداد في العصر العباسي. حدثنا عن ياقوت الحموي وعن كتابه معجم الأدباء متفضلا. مرحبا بك يا أستاذ. ومرحبا. ياقوت الحموي هو أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي الأصل، الحموي الدار، الحموي المولد عفوا، البغدادي الدار. من أجل ذلك تم اختياره من علماء بغداد، فهو بغدادي المنشأ، وطلب العلم كان طلب العلم، والنشأة كانت في بغداد، من أجل ذلك هو ينسب إلى بغداد. الملقب طبعا بشهاب الدين. أوجز حياته بأن حياته كانت عبارة عن رحلات وأسفار وتنقلات كثيرة، فهو قد أخذ من دياره في الروم صغيرا وابتيع في بغداد، اشتراه تاجر، وكان هذا التاجر لا يحسن غير التجارة كما يقول المؤرخون، فأراد من هذا الغلام أن يتعلم شيئا من القراءة والكتابة حتى يساعده في إدارة تجارته، ولكن هذا الباب يبدو أنه كان منفذه لطلب العلم والاطلاع ولكثرة الاطلاع حقيقة. فتلقى مبادئ العلوم في بغداد، وأخذ كما يقول المؤرخون شيئا يسيرا من النحو واللغة، وشغله مولاه بالتجارة كثيرا، ولكن يبدو أن جفوة ما حدثت بينه وبين مولاه فأعتقه وتركه مدة من الزمن. في هذه المدة انشغل بالنسخ والكتابة والمطالعة حتى عادت الأمور بينهما إلى سابق عهدها. كان مولعا بالتواريخ، من نظر إلى قائمة مؤلفاته صحيح يستنتج ذلك، أنه كان مولعا بالتواريخ والتراجم والنظر في أخبار العلماء والأدباء والشعراء وغيرهم. من أجل ذلك وجدنا كثيرا من الكتب التي وضعها هي معنية بهذا الباب. فكانت كما يقول ابن خلدكان، كانت له همة عالية في طلب العلم وفي تحصيل المعارف. يقول ابن خلدكان إنه ذهب إلى حلب في أواخر حياته، هو يعني ذهب إلى حلب بعد أن عاش ابن الروم هناك في أيامه الأخيرة. لكنه قال: لم أدركه لأنه توفي قبل أن أصل، لكنني يعني لاحظت ثناء الناس عليه وذكرهم له بالحسن. أما كتابه معجم الأدباء
معجم الأدباء الاسم العلمي الحقيقي له هو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب، ووضع له ياقوت الحموي كتاب عنوان آخر هو إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء، ولكنه يعرف بهذا الاسم معجم الأدباء. هذا الكتاب حقيقة أراد به أن يترجم للعلماء والأدباء الشعراء والناثرين وغيرهم واللغويين والنحويين والقراء وكل من وقعت له ترجمته، أراد بهذا الكتاب إرشاد الأريب أو معجم الأدباء أراد أن يكون حافلا لكل هؤلاء. لماذا؟ هو ذكر في مقدمة الكتاب أنه رأى نقصا في كثير من كتب التراجم، الغالب عليها أنها تقتصر على فئة معينة من الناس كالمفسرين أو اللغويين أو الأدباء، فأراد بكتابه هذا أن يكون شاملا لكل هؤلاء. لأننا ذكرنا قبل قليل أنه كان مولعا بالتواريخ، صحيح. لذلك ألزم نفسه أن يذكر وفيات العلماء أو يبين مواليدهم ووفياتهم، فكان كتابه مرجعا في هذه القضية ومرجعا لمسائل كثيرة تخص تراجم العلماء. فضلا عن أنه كان أيضا يعنى بقضية الإسناد، وهذه قضية لها قيمتها في حضارتنا الإسلامية وفي العلوم الإسلامية، الإسناد والإسناد طبعا لكن من غير إطالة. ركب كتابه على حروف المعجم، فبدأ بالحرف الأول وانتهاء بالحرف الأخير، ولم يكتفي بذلك بل راعى أيضا الحرف الثاني، فمثلا كلمة أول ما بدأ بآدم، لماذا؟ لأن الكلمة آدم الهمز الهمزة ثم بعد ذلك يأتي معها الهمز بعدها الهمزة ثم الباء، ولذلك أول مرة آدم ثم إبراهيم وهكذا. فيعني هو رتبه على حروف المعجم، وأيضا هو نص على أنه لم يقتصر على علماء عصر معينين ولا على علماء قطر من الأقطار، جعله شاملا، وهذا لعله يتناسب مع نزعته الموسوعية أو مع ولعه بالتواريخ راجم وغير ذلك. فحقيقة يعني كانت يعني فرصة أمام القراء، وما زلنا نحتفي بهذا الكتاب كثيرا ونعود إليه، سواء كنا سواء أردنا أن نترجم لأديب أو شاعر أو ناثر أو نحوي أو قارئ أو مفسر أو غير ذلك. نعم دكتور عمر بوركت، من معجم الأدباء دكتور إلى معجم البلدان لياقوت الحموي الموسوعي. نعم. يعني هذا المعجم من المصادر التاريخية الجغرافية، صحيح، وهو من أشهر كتب المصادر في هذا، نعم، الخاص بالبلدان، فيه ضبط و رتبه ترتيبا معجميا مع عدم حذف الحروف الزائدة، مراعيا فيه الثواني والثوالث، ويعني كان معجما شاملا. يقول: فهذا كتاب في أسماء البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار والأنهار والغدران والأصنام والأبداد والأوثان. يعني ليس خاصا بالبلدان فقط، لم يبقى شيء يعني. نعم، لا، هو طبيعته موسوعية كما ذكر، صحيح، أخونا الدكتور عمر، يعني فالطبيعة الموسوعية أن يذكر الأمر واسعا. ثم إن يعني تأليفه لهذا الكتاب يعني الدعوة إلى النظر وإلى التفكر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، من الدوافع التي جعلته يكتب هذا الكتاب. وأيضا قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي انظروا إلى ديارهم كيف درست، وإلى آثارهم وأنوارهم كيف انطمست، عقوبة لهم على اطراح أوامره وارتكاب زواجره، إلى غير ذلك من الآيات المحكمة والأوامر والزواجر المبرمة. ده هو الذي يقول، نعم، يعني هو الذي يقول هذا، ربط إن الفكرة يعني، نعم، يعني يقول هذا ليس أمر لنفسي، وإنما دعوة للتفكر، دعوة للأمور في الأحوال السابقين وكيف صارت بلادهم وكيف صارت أمورهم المختلفة. جميل. ثم الباعث للتأليف كان في مجلس شيخه ابن السمعاني، واختلف في لفظة حباشة في الحديث، في حديث من الحديث النبوي في كلمة حباشة، هل هي حباشة أم حباشة؟ هو قال حباشة، وأحد المحدثين في المجلس قال حباشة،
أخذ يتحاوران ولم يصل إلى حل، وبحث في المسألة في الكتب الموجودة في المكان الذي كان موجود في مرو الشاهيجان فلم يجد إجابة عنها، فقال كيف تخلو المكتبات الإسلامية في كتاب يكون فيه ضبط؟ حبشة أصلا سوق من أسواق العرب في الجاهلية، نعم، وهو بالأصل حبشة بالضم، فكان هذا هو الباعث الرئيس لكتابته هذا الكتاب، ففيه ضبط بالنص، ضبط رائع جدا للبلدة أو للإقليم أو للقرية أو للنهر أو للسوق، وحتى أو الآن ذلك. هو مرجع مهم يعني حتى الآن إلى الآن يعني هو فاق كل الكتب التي ألفت في هذا فعلا. نعم صحيح. نعم. من هنا دكتور عمر حدثنا عن كتاب آخر أيضا ربما يشبه معجم البلدان، ألا وهو مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. نعم، حقيقة أود أن أقول شيئا قبل أن أتحدث، وهو أن حسنات هذه الحلقة كثيرة، ومن حسناتها تسليط الضوء على هذا العالم البغدادي وعلى كتابه هذا. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع هو هذا الكتاب لصفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب عبد الحق بن عبد الله البغدادي الحنبلي. هذا العالم يعني نحتاج إلى أن نقف عنده وقفة وعند تراثه، والسبب في ذلك دكتور الوقت أدركنا، ممكن أن نختصر بأقل من دقيقة يعني. نعم. تفضل. الله. نعم. هو ولد بعد احتلال بغداد بسنتين، وكنا نتصور أن هذه فترة مظلمة، ولكن حقيقة هذه الفترة أو هذه المدة الزمنية أنجبت هذا العالم الكبير. هذا العالم هو ولد في بغداد وسمع بها الحديث من كثير من علماء عصره، ولكنه ارتحل، ذهب إلى دمشق وسمع من علمائها، وذهب إلى مكة المكرمة وسمع أيضا من علمائها الكثير، وصنف في علوم كثيرة، صنف في الفقه وصنف في الأصلين وصنف في الجدل والحساب والفرائض والتاريخ والحديث والطب، وأيضا صنف في البلدان، عرف باختصاره لكتب كثيرة كتاريخ الطبري وكمعجم البلدان لياقوت الحموي. نعم. هذا العالم الكبير حقيقة اختصاره للكتب لم يكن رغبة منه في الاختصار من أجل الاختصار، وإنما هو عنده منهج علمي. هذا المنهج العلمي يقوم على أساس أن المؤلف عندما يشرع بتأليف كتاب ما ينبغي أن يلتزم بفكرة، وهي أن نستطيع أن نسميها المفاصلة بين العلوم. جميل. كل كتاب يتحدث عن علم من العلوم، والمؤلف الحقيقي أو المؤلف المتقن هو الذي يراعي العلم الذي يكتب فيه، ويحاول أن لا يخلط العلوم بينها في هذا الكتاب، لأن ذلك كما يقول مدعاة للتشويش على الفكرة أو لاضطراب الفكرة وعدم وصولها للتلقي، فضلا عن أن ضخامة الكتب في ذلك الوقت تسبب إرهاقا في نسخها ومللا في الاطلاع عليها. لذلك جاء مختصرا، وهو مختصر لمعجم البلدان لياقوت الحموي. أعتذر منك دكتور عمر، سأعود إليك في سؤال أخير دكتور حمدي يعني سريعا، وكان من المفترض أن نخصص وقتا أكثر لعلامة العراق محمود شكري الألوسي، ولكن وهو الفائز بجائزة نوبل قبل تأسيسها. نحاول أن يعني نختصر. محمود شكري ابن عبد الله بن شهاب الدين الألوسي، أديب ومؤرخ عراقي، وهو أحد علماء أهل السنة في العراق، وله يعني هو من أحفاد شهاب الدين أبي الثناء الألوسي الكبير. نعم. ومن ذرية الإمام موسى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد الهاشمي القرشي. كانت له مجالس في بغداد في مساجد بغداد للوعظ والإرشاد، وخصوصا في جامع الإمام الأعظم الواقع في الأعظمية، واستمر إماما وخطيبا في جامع أبي حنيفة لمدة 40 عاما. وكان الشيخ محمود شكري من رواد مجلس بيت الشيخلي أو الشيخلي. شيخلي. نعم. شيخلي. من أجل النطق عندكم. نعم. درس في مدارس بغداد، وتخرج على يديه نخبة من العلماء وممن تأثر بفكره وعلمه، العلامة محمد بهج الأثري والأستاذ عباس العزاوي والشيخ رشيد حسن الكردي والشيخ محمد القزلجي والشيخ علي بن حسين الكوتي والشيخ الإمام أمجد الزهاوي وغير هؤلاء من خيرة علماء العراق.
وتخرج تلمذوا عليه يعني تلمذوا نعم له نعم تلمذوا له أيضا تخرج على يد جملة من أدباء وشعراء العالم العربي الشاعر معروف الرصافي والكاتب واللغة العراقي الأب أنستاس الكرملي الكرملي المؤرخ والأديب عبد العزيز الرشيد وغير هؤلاء. طبعا ولد في بغداد سنة 73 و200 و1000 من الهجرة الموافق 56 و800 و1000 من الميلاد. نعم والده وأعمامه يعني عرف عن والده وأعمامه حب الأدب والتفقه ومع ميل إلى التصوف. نعم دكتور. نعم من له مؤلفات كثيرة. سريان. نعم نذكر بعضا منها يعني غاية الأمان في الرد على النبهاني، الآية الكبرى في الرد على النبهاني، غير هذا ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة، ده موضوع يعني تفسير من التفسير العلمي للقرآن الكريم في زمانه. نعم وله أيضا كتب في اللغة في قواعد لغوية في الأدب بلغة العرب، له نعم شرح منظومة النسب وأخبار سلف العرب، له أخبار بغداد، له بدائع الإنشاء، رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين، أمثال العوام في مدينة بغداد، فهرس كتاب أخبار مكة للأزرقي، كتب في الكتب اللغوية، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، مختصر الضرائر، الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين، الجواب عما استبهام من الأسئلة المتعلقة بحروف المعجم، ما اشتملت عليه حروف المعجم من الدقائق والحكم، تصريف الأفعال، الدر النضيد أو شرح القصيدة الشاوية، ما شاء الله كثير يعني كثير جدا ما شاء الله. رحمه الله توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس 24 و300 و1000 من الهجرة الموافق 24 و900 و1000 من الهجرة. دكتور عمر من شعراء العراق في العصر الحديث طبعا محمد مهدي الجواهري، وهو يعني علم المعرف لا يعرف، بنصف دقيقة أن تفضلت يعني نبدا عنه. عبد الحسين الجواهري شاعر عراقي يعد من أعلام الشعر في العراق وفي الوطن العربي، ويسمى الشاعر العربي الأكبر. ولد عام 1899 في مدينة النجف الأشرف، وتلقى فيها العلوم وبدأ شعره مبكرا، فكان أول ديوان له ديوان حلبة الأدب عام 1923، ثم بعد ذلك جاء ديوانه الشعور والعاطفة عام 1928، ثم ديوان الجواهري عام 1935 و49 و53 في 3 أجزاء، وهو كان كما يسمى بشاعر العرب الأكبر. وشعره المعروف عنه أنه يعني نستطيع أن نصفه بأن فخامة اللفظ أو فخامة المعنى مع جزالة اللفظ كانا متساويقين، لم يكن أحدهما يسبق الآخر. فكنت تسمع أو تقرأ شعره تقرأ شعرا ذا ألفاظ جزلة ومعان فخمة، في حين تجد شعراء آخرين لعلهم يتفاوتون في هذين الجانبين أو في أحدهما. صحيح. وتوفي في دمشق عام 1997 عن عمر يناهز 98. نعم. نعم دكتور أعتذر منك وأشكرك الشكر الجزيل في ختام موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من بغداد. إذن نشكر دكتور عمر رشيد شاكر السمرائي الباحث اللغوي والأكاديمي، حفظكم الله وجزاكم الله خير الجزاء دكتور. مرحبا أستاذ، شكرا جزيلا. أهلا بك. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع محمد مهدي الجواهري الشاعر العربي الأكبر. محمد الجواهري شاعر العربي الأكبر، من أجمل القصائد التي قالها الشاعر في الحنين للوطن والاشتياق له قصيدته الشهيرة يا دجلة الخير، التي نظمها في عام 62 و900 و1000 وذاع صيتها في الآفاق، وفيها قال: حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لو ذا الحمائم بين الماء والطين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين،
إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطراف الأفانين، وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطويني. يا أم بغداد من ظرف ومن غنج مشت بغدد حتى في الدهاقين، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا دجلة الخير إن الشعر هدهدة للسمع ما بين ترخيم وتنوين، يا دجلة الخير كان الشعر مذ رسمت كف الطبيعة لوحا سفر تكويني، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين، يا دجلة الخير خليني وما قسمت لي المقادير من لدغ الثعابين، يا دجلة الخير هل أبصرت بارقة ألقت بلمح على شطيك مظنوني، ويا نسائم إصباح تصفق لي ندى الغصون بليلات وتسقيني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوان هذا الأسبوع علل الوقوف في القرآن الكريم الجزء الخامس. حياكم الله مشاهدينا الكرام. أستاذنا، حدثنا بدءا عن أحكام الوقف على بلا في القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. طبعا الحروف لا يوقف عليها إلا بلا ونعم وكلا، فهذه الثلاثة لها أحكام مختلفة في القرآن الكريم. هذه الحروف فقط. نعم. نبدأ ببلا. بلا ورد في القرآن الكريم في 22 موضعا، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها لأنها جواب لما قبلها غير متعلق بما بعدها في 10 مواضع. هي كالآتي سريعا. قال تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الثاني: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى. نعم. أربعة: بلى الآية التي قبلها، إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بلى نعم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قوله تعالى: وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. في الأعراف. نعم في الأعراف. في الموضع النحل: الذين تتوفهم ملائكة الظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. في ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. قوله تعالى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم ببينات قالوا بلى. غافر. الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. في الانشقاق: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا في القسم الأول. القسم الأول الذي يختار الوقف عليها، وأجاز بعضهم بابتداء بها. أجاز. نعم ولذا الاختيار. نعم والجواز. القسم الثاني ما لا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بها وبما قبلها في 7 مواضع. الموضع الأول في الأنعام: قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لا يجوز الوقوف. لا يجوز الوقوف. نعم. النحل:
وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. في السبأ وقال الذين كفروا لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. في الزمر أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي. في الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. في التغابن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. في القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. المواضع السابقة هذه لا خلاف في امتناع الوقف عليها، ولا يحسن الابتداء بها لأنها وما بعدها جواب. القسم الثالث اختلفوا فيه في جواز الوقف عليها، والأحسن المنع لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها في خمسة مواضع. الموضع الأول في البقرة وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في الزخرف نعم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الحديد ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الملك تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نكتفي ببلى إذن دكتور لنهاية الوقت في ختام هذه الحلقة. نشكر ضيفنا الأستاذ دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم نلقاكم إذن مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.